أطلق نشطاء مغاربة حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة مهرجان موازين الموسيقي المزمع إقامته في الرباط وسلا من 21 إلى 29 يونيو المقبل. ينتقد أصحاب الحملة صرف ميزانية ضخمة في المهرجان والأجور العالية التي يحصل عليها الفنانون الغربيون. هناك نشطاء يدعون لمقاطعة الحفل بسبب الحرب على غزة تحت وسم لا ترقصوا على جراح إخوانكم. يدعو النشطاء إلى مقاطعة المهرجان وإفراغ المسارح من الجماهير، موجهين دعواتهم لتخصيص الأموال لمساعدة ضحايا زلزال الحوز وتحسين جودة التعليم والصحة والبنية التحتية. من جهة أخرى، أعلنت جمعية مغرب للثقافات التي تسهر على تنظيم المهرجان أن دور المهرجان لا يقتصر على صناعة الترفيه، بل يساهم في توفير 3000 فرصة عمل في قطاعات عديدة، كما أن التمويل العمومي انتهى في عام 2012. يعتمد تمويل موازين بنسبة 68% على مداخيل متنوعة مثل تذاكر الدخول والإعلانات، و32% على التمويل الخاص، مؤكدين عدم الاعتماد على التمويل العام.